أحسن الله إليكم. هذا أحمد يحيى من جازان يقول: ما قول فضيلتكم في من يكتب اسم من أسماء الله تعالى في إناء ثم يشربها المريض ويرددها بعدد محدد كـ52 مرة؟ هل هذه من البدع وهل هذه رقية شرعية؟ أما كتابة الآيات والأدعية في إناء أو في ورق بمداد طاهر ومحل طاهر ثم يغسله ويشربه أو يشربه المريض، هذا لا بأس به، عمله السلف، وهذا داخل في الرقية، داخل في الرقية الشرعية. وأما تكرار اسم واحد من أسماء الله هذا لا دليل عليه. نعم.